بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المخرفون من أصحاب السيرة المهدوية الخرافية أن المهدي المنتظر ساقه نحيفة وغضبته عنيفة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا، أو أن نغشى فجورا، أو أن نكون بك ربي من المغرورين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، يقول أصحاب السيرة المهدوية الخرافية فيما ينسبونه إلى ابن عربي، يقولون سره بصمته. من هو ده اللي سره بصمته؟ اللي هو المهدي المنتظر. سره بصمته، وساقه نحيفة، وغضبته عنيفة. ويقولون أيضا عنه أمير العصب، أمير الغضب، أو سريع الغضب. يعني إيه سريع الغضب عندهم؟ بيوصفوا المهدي بأنه سريع الغضب أو غضبته عنيفة. يعني إيه تعرفكم؟ لأن غضبة المهدي عنيفة. من أين جئتم بها؟ من عندهم، من السيرة المهدوية الخرافية. طب بيقولوا إيه عنه؟ أنه هو غضبته عنيفة، ساقه نحيفة، أنتوا كنتوا شفتوها، وغضبته إيه؟ عنيفة. غضبته عنيفة يعني، فيفسرها قائلهم اللي هو الراوي من رواة السيرة المهدوية الخرافية، يقول إيه؟ أي أنه سريع الغضب، إذا أغضبه أحد فإنه سريع الغضب، يخرج عن السيطرة، وتفلت أعصابه بسرعة. والله بنفس النطق، والله بنفس الألفاظ كده. أي أنه إذا أغضبه أحد سريع الغضب، يخرج عن السيطرة، وتتفلت أعصابه أو تفلت أعصابه بسرعة. يبقى مش هو ده المهدي. يبقى اللي انتوا بتقولوا عليه ده، اللي سريع الغضب وتفلت أعصابه بسرعة، ده مش هو ده المهدي. ليه؟ لأن المهدي سيأتي يحيي سنة رسول الله، أشبه ما يكون بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب حضرة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالغضب وبسرعة الغضب وبأن الأعصاب تفلت؟ أبدا. ده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة، الحديث ده في البخاري يا أخوانا، رواه البخاري، الحديث الذي رواه أبو هريرة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بينهى أتباعه من الناس بعدم الغضب، فيأتي المهدي الذي بشر به النبي وأخبر به النبي في آخر الزمان أنه هيملأ الأرض عدلا، فيأتي المهدي فيكون سريع الغضب وبتفلت أعصابه بسرعة. أنتوا مش بتتكلموا عن المهدي، أنتوا بتتكلموا عن واحد من أدعياء المهدوية اللي هم تعبانين في عقولهم دول. لكن المهدي عمره ما كان سريع الغضب وبتفلت أعصابه بسرعة وغضبته عنيفة وجبار زي ما بيقول أحدهم، ولا يقبل المناقشة وبيطير الرؤوس. لا لا، انتوا بتتكلموا عن السيرة المهدوية الخرافية، احنا ملناش دعوة بالسيرة المهدوية الخرافية اللي انتم مؤلفينها. احنا بنتحدث عن ما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم، الخبر الصحيح عن النبي عن المهدي المنتظر. يعني اللي اخبرنا به النبي في الخبر الصحيح، اخبرنا عن مين؟ عن ان هيأتي في اخر الزمان حد اسمه المهدي، صفاته جميلة، يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. لكن إنك تقول لي سره بصمته، يعني قليل الكلام، ماشي دي تمشي،
تأليفة بس تمشي. وساقه نحيفة، شفت فين ساقه نحيف؟ شفتها فين ساقه نحيف؟ من أين جئت به؟ إيه اللي عرفك؟ النبي لم يقل. طب جئتها، جئت بها منين؟ هتعملوا لي زي أدعياء المهدوية، ربنا بيكلمكم وبيوحيلكم وحي بعد رسول الله، أوحيا بعد رسول الله؟ لا، أنتم مخرفين، أنتم بتؤلفوا قصة زي قصة السيرة الهلالية أو الأدب الشعبي وتنسبوها للمهدي، بس أنتوا أخطأتوا، لأن المهدي ده أمر ديني. المهدي ده خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش ينفع تألفوا فيه، مش ينفع تضيفوا إليه الخرافات والخزعبلات. فمن السيرة المهدوية الخرافية اللي هم بيؤلفوها من بنات أفكارهم ومن عنديات أنفسهم، إيه؟ سره بصمته، يعني قليل الإيه الكلام، ساقه نحيفة رغم أنهم ما شافوهاش، وغضبته عنيفة رغم أن ده يخالف التعليم الذي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تغضب، الرجل لما قال له أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. وأيضا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أهو حديث في البخاري ومسلم، دي تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، مش الشديد بالسرعة، لا، ده الشديد عند النبي هو اللي بيملك نفسه عند الغضب. النبي هينصح الناس بكده، ويأتي المهدي اللي النبي بشر به في آخر الزمان وأثنى عليه فيخالف كلام النبي فيأتي سريع الغضب، غضبته عنيفة، يقطع الرؤوس، لا يقبل المناقشة، لا يقبل الجدل، لا يرحم، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا بيقول عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن في السيرة المهدوية الخرافية يقول لك إيه؟ إن المهدي لا يرحم حتى يقول الناس لو كان من آل محمد لرحم. اسم الله عليكم يا حبايبي، اسم الله عليكم يا حبايبي. لا، ده من إيه؟ ده من السيرة المهدوية الخرافية، مش تبعنا ده خالص خالص. يا سبحان الله، كم أضاف الناس إلى الدين خزعبلات ما أنزل الله بها من سلطان، حتى جعلوا المتلقي سطحي الذهن، فارغ العقل، أجوف البصيرة، فجعلوا لنا جيلا النهاردة تمشي فيه الشائعات كالنار في الهشيم. الأمة أصبح معظمها سطحيين، بتمشي الشائعة والخرافات فيهم كما تمشي النار في الهشيم، كما تأكل النار الهشيم. ده من الايه؟ من السيرة المهدوية الخرافية وما يشبهها من الخزعبلات التي أضافوها إلى الدين، خرافات ما أنزل الله بها من سلطان يضيفونها إلى الدين. يبقى إذن اللي هم بيقولوا عن المهدي ده إنه هو غضبته ساقه نحيفة وغضبته عنيفة، إنه هو سريع الغضب، إن هو إذا أغضبه أحد يغضب بسرعة وتفلت أعصابه ولا يملك نفسه، تفلت أعصابه بسرعة. لا، ده مش تعاليم النبي، لأن النبي كما ذكرنا في الأحاديث أهو، فردد مرارا قال لا تغضب، وقال ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ورب العالمين لما علم الأمة، أو رب العالمين هو الذي يريد عباد الرحمن إنهم يمشوا على صراط مستقيم، يعلم من يعبدونه، يعلم المؤمنين به سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، فيقول إيه؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. لما رب العالمين يثني على الذين يعبدونه، عباد الرحمن، يثني على خلقه، يثني على أهل الإيمان من خلقه، فيقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. طيب لما يقول كده رب العالمين، يبقى هو عايز من الناس المؤمنين أن يقزموا الغيظ، أن يتحلوا بالعفو عن الناس. فتأتي أنت لشخصية أخبر النبي بها فتزور وتحكي عنها في السيرة المهدوية الخرافية، وتقول إنه هيأتي غضبته عنيفة، إنه هيأتي سريع الغضب، إنه هو إذا أغضبه أحد تفلت أعصابه بسرعة ولا يملك نفسه، يخرج عن السيطرة وتفلت أعصابه بسرعة. أنت متخيل؟ يبقى ده ولا 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 نافع كاظمين غيظ ولا عافين عن الناس ولا أي شيء. وتأتي فتقول لي إنه لا يقبل النقاش
ولا يرحم، ما عندوش رحمة خالص، وحتى لا يرحم حتى يقول الناس لو كان من آل محمد لرحم، يعني لو كان المهدي ده من آل البيت كان رحم، لكنه مش من آل البيت، ما ينفعش يكون من آل البيت لأنه قاسي وغير رحيم. فتأتي أنت تقول كده، ورب العالمين يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فتجعل المهدي متجرد من كظم الغيظ، متجرد من العفو عن الناس، عنده رعونة، سريع الغضب، تفلت أعصابه بسرعة، لا لا يخرج عن السيطرة وتفلت أعصابه بسرعة إذا أغضبه أحد، لا 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 لا. يبقى ده الوصف ده في السيرة المهدوية الخرافية ملناش دعوة بيها، ملناش دعوة بيها، ده اعتبرها أدب شعبي، اعتبرها خرافات خزعبلات، اعتبرها صاحب بتاع الربابة بيحكي، ملناش دعوة. لكن لما نتكلم في الدين نقف عند خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونقول قال الرسول، أخبر الرسول، أخرجه فلان، أخرجه البيهقي، أخرجه مثلا فلان الفلاني في مصنفه، أخرجه فلان الفلاني في مصنفه، ابن حبان، البخاري، مسلم، فلان فلان فلان، وهكذا. قد تقول لا ده المهدي ما جاش في البخاري، لا جاء في البخاري ولكن غير صريح، وشرحنا الكلام ده، واللي عايز يتعلم يدور، احنا ذكرنا كل شيء تقريبا، ولسه هنذكر كمان يعني ما يجعل اللي هو مش واخد باله ياخد باله ان شاء الله تعالى. فنسأل الله عز وجل ان احنا نفهم. فلما يأتي لك واحد يقول لك المهدي ساقه نحيفة، قل له اين رأيتها، اين رأيت ساق المهدي يا حبيبي، بتألف بتخترع، يبقى دي سيرة مهدوية ايه خرافية، اركن على جنب، اعرف كده وفصل. المهدي ساقه نحيفة، غضبته عنيفة، تقول غضبته عنيفة، الله يعني بيخالف سنة النبي، بيخالف كلام ربنا في القرآن، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، لا يبقى ده مش تبعنا، ده تبع السيرة المهدوية الايه الخرافية. افهم كده وخليك واضح وخليك قوي في الحق، وخليك معتز باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، افتخر بأنك من أتباع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتباع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ناس على بصيرة، على علم، على فهم. قل هذه، رب العالمين بيقول للنبي إيه؟ قل، يعني قل لهم يا محمد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى أنت إذا كنت من أتباع النبي لازم دعوتك إلى الله تكون على بصيرة، على علم، على روية، على فهم، مستمدا علمك من الكتاب والإيه والسنة الصحيحة. أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لأرشد أمرنا، وأن يتقبل منا جميعا صالح أعمالنا، وأن يعيننا بعونه سبحانه وتعالى في تحجيم الخرافات التي أضيفت إلى الدين وليست منه، والوقوف نصد الخرافات التي ملأت جنبات الدين وليست منه. اللهم أعنا على ذلك يا رب العالمين، وارزقنا من أهل الإيمان من يعاوننا على ذلك، ويقفون إلى جوارنا كتفا بكتف، قدما بقدم، يدا بيد، لصد هذه الحملة العشواء الخرافية التي أضيفت إلى الدين وهي ليست من الدين في شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.